في هذا المقطع إن شاء الله سوف نستكمل أحد قصص لعبة Resident Evil، وهذه المرة مع شخصية نيكولاي زينوفيس الشخصية الغامضة. I am one of the supervisors. That's all you need to know. أنا واحد من المشرفين، هذا كل ما تحتاج إلى معرفته. نيكولاي لكارلوس أولفيرا، وهو على وشك قتله. نيكولاي زينوفيس يحمل اسم سيلفر وولف، وهو من المحاربين القدامى في الجيش السوفيتي الذي خدم في جيش الذئب الفضي، وقد خدم في الجيش الأمريكي السوفيتي الذي كان يعمل رقيبا في هيئة المراقبة والكوماندوز هينك في فريق USS. كانا يعتبران منافسين، وكان صديقا حميما للعقيد سيرجي فلاديمير الذي ربما كان قد خدم معه في الجيش السوفيتي. سيرته الشخصية: ولد زينوفيف في موسكو في الجمهورية الاشتراكية السوفيتية الروسية، ومن المرجح أنه تم تجنيده في الجيش السوفيتي في عام 1981. خدم في أحد ألوية قواته الخاصة في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي. تقاعد زينوفيف وتم تجنيده مع العديد من الجنود السوفيت السابقين الآخرين من قبل شركة إمبريلا. راكون سيتي لا يعرف سوى القليل عن حياته المهنية التي عاشها زينوفيف في منتصف التسعينات، على الرغم من أنه كان يتمتع بثقة كبيرة من قبل العقيد فلاديمير، وكان على دراية بحاجته إلى إمبريلا في مشروع التيرنت الخاص بهم. خدم زينوفيف في إمبريلا والعقيد فلاديمير بطريقتان: رسميا كان رقيبا في خدمة المظلة البيولوجية المضادة، وهي شركة مضادة للأسلحة البيولوجية. فرضا بشكل غير رسمي كان جزءا من مكتب الشؤون الداخلية للعقيد فلاديمير والتجسس على UBCS. وفي 15 سبتمبر من 1998 تم وضع UBCS في حالة تأهب من قبل إمبريلا HQ بسبب الأحداث في مدينة راكون، عندما تم تأكيد تفشي فيروس تي تم نشرهم ووصلوا ليلة 26 سبتمبر. كانت أوامر UBCS هي قتل الزومبي وإجلاء المدنيين، ومع ذلك باعتباره الرقيب أعطي زينوفيف أوامر إضافية لتسجيل معركتها لتأكيد صلاحية الأسلحة البيولوجية واستخدام الزومبي في العمليات العسكرية وتدمير مستشفى الراكون العام، والذي كان معروفا بأنه موقع لأبحاث تي فيكا سين ومراقبة وتسجيل تصرفات نيمسيس تي تايب مع كل مجموعة من المعلومات للرقيب. كان من المتوقع أن يحصل زينوفيف على مكافآت مالية مع مكافآت لعمليات إضافية. أثناء العملية نفسها، الكابتن ميخائيل فيكتور قائد سلة دلتا عانى من خسائر فادحة وقتل الكثير من جنوده، وأصيب هو أيضا بجروح خطيرة، وبهذا تحول القيادة إلى الرقيب نيكولاي ووضع خطة لإصلاح العربة واستخدامها كوسيلة للوصول إلى المروحية للاستخراج في برج الساعة في سانت مايكل. في ليلة 28 سبتمبر التقى الثلاثة مع ستارس الضابط جيل بلانتاين التي تتمتع بخبرة دلتا فورس، سوف تقدم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها، على الرغم من أنه أدرك أن جيل هي أحد أهداف شركة إمبريلا للاغتيال. فقد عرف أيضا أن نمسيس تي تايب لديه أوامر بقتلها على الفور. ترك زينوفيف المجموعة بعد فترة وجيزة، مما سمح لهم بالتصديق على أنه قد مات. في 1 أكتوبر وصل إلى مستشفى الراكون العام، حيث أنشأ خطة بوضع قنبلة C4 لتدمير المبنى بأكمله. هناك التقى مع زميله مونتير تيرل باتريك وهاجمه، عازما على الحصول على بيانات قتالية خاصة به في وقت لاحق من ذلك الصباح. الرقيب زينوفيف ساعد في عملية فطر الإمبراطور Operation Mushroom Emperor، وهي مهمة UBCS في جامعة الراكون لالتقاط ثانتوس التجريبية واسترداد عينة دم لدراستها. كان زينوفيف قادرا على استخراج عينة عن بعد، لكنه غضب وقتل المرتزقة للحصول على مكافآت في مكانها. قام باغتيال مبدع ثانتوس الخائن الدكتور غريغ مولر ودمر المبنى بقنبلة C4. مع مهمته في المدينة، زار الرقيب زينوفيف كابينة في حديقة الراكون التي كانت تستخدم كحجرة للاتصالات. هناك تلقى مكالمة مفادة أن المظلة أو إمبريلا لم تعد قادرة على تأخير العمل الأمريكي في المدينة، وأنه سوف يتم تدميرها بعد قليل. أثناء مغادرته قابل بلانتاين مرة أخرى التي نجت مرارا وتكرارا من نوع نمسيس تي، على الرغم من استعداده لقتلها والحصول على مكافأة.
تم إيقافه عندما بدأ جريف ديجر وهي دودة كبيرة يختبي تحتها ونكة فالنتاين، وهرب زينوفيف إلى مصنع حرق النفايات B12A حيث حصل على طائرة هليكوبتر وهرب من المدينة قبل القصف مباشرة. تلقى تقريره من قبل أمبريلا BOW فريق البحث وعلق عليه. وهكذا تنتهي قصة نيكولاي الذي كان خائنا وكان خلف المؤامرات في الجزء الثالث، ولا نعرف عنه بعد هذا ماذا جرى له وإلى أين ذهب، على الرغم من هناك سيناريو آخر يثبت مقتل نيكولاي. شكرا لكم على حسن المتابعة، أتمنى أن يعجبكم المقطع، وشكرا لكم على حسن المتابعة. لا تنسونا من اللايك والاشتراك والدعم للقناة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم حميد فوكس من قناة عمان بلاتون وقناة فقط Resident Evil Only Resident Evil.